السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين، بصحة جيدة. غادي تشوفوا الباكاج روينا عاوتاني، هزي رحينا فين غادين. المهم غادي ما هي ما غاديش نرجعوا للدار، غادي نمشيو لمدينة اخرى، غادي نجلسوا فيها حتى هي شوية. المهم هنايا كان الصباح، عندنا غير فطرنا وهزينا باكاجنا وشدينا الطريق، شدينا الطريق البنات للصويرة. غادي نكملو هاد الأسبوع اللي خدينا عطلة، نكملوه في الصويرة إن شاء الله يا ربي. جلسنا 4 أيام في مراكش، وثلاث أيام غادي نمشي فيها للصويرة، نجلسو نكملو هاد 3 أيام اللي بقات لنا. المهم هنايا راكم كتشوفوا الروينة نتاع الحوايج، الرحيل. اكثر حاجه انا كنكرهها البنات هي هكا الحوايج بزاف في السفر، وتبقاي ما عرفتش تبقاي غدا جايه بيهم. دائما في السفر ديالي كنحاول ناخذ غير داكشي اللي محتاجه، ما كيعجبنيش ندي بزاف د الحوايج غير على حساب هادشي. انا راه هذيك الشنطه راه القهويه ديك راه جمع فيها حوايجي وحوايجي حيا وحوايج راجلي، والله الا جمعين فيها الحوايج بثلاثه. كما قلت لكم ما كيعجبنيش نهز بزاف نتاع الحوايج في السفر، ما عرفتش علاش. المهم انا يحاولوا قدوا الروينه، حيت الحقيقه كانوا حوايج بزاف واخدين البلاصه اكثر من تاعنا حنايا. المهم قدوا الحوايج وقبطنا الطريق للصويره. هنا البنات صافي كنا قربنا الصويره. غادي نصور معكم واحد الحاجه اللي عمري الحقيقه ما شفت بحالها. والله الا بصراحه ما عمري ما شفت بحالها. هي واحد فاش قربنا صافي دخلنا للصويره، على طريق الصويره كتلقاو واحد جهه خاويه فيها غير الشجر، ولكن كتلقاو فيها واحد ما عرفتش كي نقول لكم. المهم هو الفيديو غادي يشرح راسو. هي كبحال لوحة فنية، ولكن هي راه غير صنعها البشر. المهم انتما دابا غادي تشوفوا على من كنهضر. هي هادو البنات، هاد المعيزات فاش كتدخلوا للصويره، فاش كتدخلوا لطريق الصويره كتلقاو في الطريق كامله ديالكم تقريبا هكا شجر ومعلق فيها هكا هاد المعيزات هادو، عرفتوا راه واحد كيما قلت لكم لوحه فنيه وصافي، داكشي واعر. المهم انا ما صورت حتى لهادو الاخرين، الاولين انا ما كنتش دايره الحقيقه حسابهم، ما عنديش علم انه كيكونوا هكا، ما كنتش دايره حسابهم كانوا كيفوتوا، وصورت غير هادي الاخرى. المهم كنقول لكم صباح الخير، لحقاش عاد فقنا دابا. المهم وصلنا البارح صورت معاكم غير فاش كنا كنهزو داك الباكاج. دابا وصلنا للبلاصه اللي قلت لكم غادي نمشيو، اللي هي هادي واحد البلاصه اللي زوينه بزاف. المهم دابا نولي ندير لكم واحد الدوره عليها.
هادي جاية حدا الصويرة، هي محسوبة على الصويرة ولكن جاية خارجة شوية، واحد الفيلا واعرة البنات. المهم فيها واحد الهدوء والسكينة، اللي بغى يرتاح في لاد جوية فيهم واحد الهدوء، ما كانش قاع زعما داك الصداع، غير الصوات نتاع الطيور وداك الشي زوين. دابا ندير لكم في الدار واحد، ندير لكم واحد الدويرة غير هكا بعدا، دابا ندير لكم الدويرة من الداخل. المهم راني مش نتفه حيت عاد نط البارح اللي وصلنا كيما قلت لكم، وصافي بقينا غير جالسين ما صورت والو. ودرت البارح الحوايج يتصبنو حيت جمعوا لي اكثريه نتاع يحيى، ما بقى له ما يلبس يلبس كل شيء، درتهم يتصبنوا، غادي نشرهم غير في هاد البليصه حيت ما كاينش فين تنشر. وصافي المهم خليكم معايا. هاد نهار البنات ما كنا الحقيقة لا خرجنا ما درنا حتى حاجة، من غير اننا دوزنا نهاري في لابيسين هكا في الدار. ما خرجناش، كنا الحقيقة كنرتاحو من الطريق. صافي هنا كما كتشوفوا رايحية ما بغاش يخرج من لابيسين الحقيقة، تحشى فيه ما بغاش يخرجوا. الحال كان ماشي سخون الحقيقة، كان شوية بارد، عرفتو راه كان كيترعد ببرد، وما بغاش عييت فيه خرج من لابيسين والو، ما بغاش يخرج. صافي دوزنا كيما قلت لكم غير في الدار. في العشية حاولنا نديرو هكا واحد الجو اللي مبدل هكا، درنا الشواء وجلسنا كلينا على برا هكا في الجردة. بالنسبة لهاد الشواء راه ما وجدناش في الدار، المهم كل شيء مشري هكا، الدجاج شرينا هكا مشرمل، هكا دوك القطيبات تا هما كانوا مشرملين. المهم راكم عارفين فاش كل واحد كيكون مسافر راه كيديباني تقريبا كل شيء من الزنقة. المهم دوزنا هاد النهار كان زوين، دوزناه مختلف هكا الاجواء نتاع راكم عارفين الليل، وكيكون واكثريه في ديك فهاد البلاصه اللي شفتو معايا فيها الهدوء وداكشي، كان كلشي داز زويون. هنا كنت كنحاول غير نقطع حيت كان دايرين هادوك الفخيضات كاملين، حاولت غير نقطعهم هكا باش تدخلهم الطياب دغيا باش ما يبقاوش من الداخل خضر وصافي. اما كيما قلت لكم راه كلشي جاي واجد.
هذه هي كانت الطبيله نتاعنا البنات. درنا شويه نتاع لي بات، شويه نتاع الشلاضه، باش شويه نخفو نخلطو، ما بقاوش غير اللحوم وصافي. كل شيء جا زوين الحقيقه، ودازت وقيته اللي زوينه. هاد النهار كيما شفتو داز غير في الدار، ما حاولناش نمشيو لحتى شي بلاصه. ولغد ليه عاد ان شاء الله غادي نخرجوا، وان شاء الله غادي نشارك معكم هذاك هاد النهار. ان شاء الله بقالنا غير واحد النهار في هذا في السفر، ضروري غادي نشارك معكم، واكيد غادي ندير لكم واحد الدويره في هاد الفيلا، حيت بزاف منكم غادي يبغيو يشوفوها من الداخل كي دايره. الحقيقه زوينه 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 بزاف، ماشي كي بحال كاع الفيلات العاديين، انما المهم غادي نخليكم تكتشفوها ان شاء الله في الفيديو ماشي الجاي، يمكن اللي موراه ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الدويره فيها. صافي، هاد النهار كيما شفتو معايا شاركتو معاكم كامل شنو درنا فيه. صافي، هنايا كان صافي سالينا نهارنا، راه باينه الظلام، انا راه غير كنخربق عليكم هكا في الهضره. صافي صافي، داز النهار زويوان، كانت اجواء اللي زوينه. والمهم هنايا راه الاخر نتاع الفيديو، راه من موراها صافي طلعنا غير الموان وجمعنا بلاصتنا ومشينا ناسنا. صافي، انا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم، وحتى الفيديو جاي ان شاء الله، واكيد غادي نشارك معكم كما قلت لكم ما تبقى من السفر ديالنا. يلا غادي نقول لكم بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.